مساء الخير كابتن احمد، كان تعليقك ايه على تسييس الاحتفاء بابو تريكا في الكويت، خاصه انك يعني اول من قال المعلومه المتعلقه بانه لم يتقاضى اي اموال؟ اتفضل. صحيح، انا طبعا استمعت للمداخله اللي كانت دلوقتي من الصديق والاخ العزيز خالد الروضان. عائله الروضان عموما واحده من اكبر العائلات الحقيقه في الكويت على المستوى السياسي والرياضي، وهو تحديدا خالد الروضان واحد من أكبر المسؤولين عن تنظيم وإدارة عملية المهرجانات أو البطولات والدورات الرمضانية. في دورة رمضانية بقى لها 35 سنة بتقام، فهو تعامل مع كل هؤلاء النجوم على مستوى العالم، وأكثر وأفضل من يجيد التعامل مع كل هذه الكوكبة من النجوم سواء لاعبين أو مدربين، وهو اللي بتفاوض معهم بشكل مباشر في الأرقام اللي ممكن بياخدوها وإلى آخره. هو صديق عزيز طبعا والعائلة بالكامل. أنا سمعت الحوار بالكامل، أنا عرفت التفاصيل زي ما قلت لحضرتك في لحظتها بحكم علاقات يعني لي رصيد بفضل الله في الكويت من خلال تواجدي تقريبا سنويا هناك، فعرفت الواقعة نفسها. أنا لقيت إن الواقعة دي ما يجبش إنها تمر مرور الكرام، خاصة إن إحنا في مصر بنعيش في فترة فيها كتير من الشك في حاجات كتير، والواقعة بتخص مواطن مصري، مواطن إنسان مصري قبل أن يكون لاعب أو رياضي أو نجم، وفي نفس الوقت مع بلد كلنا بتحبه وبنحترمه وبنكن ليه بكتير جدا من الاحترام كشعب كحكومة كسمو الأمير. فلما تكون العلاقة ما بين المواطن المصري في بلد بقيمة وحجم الكويت تظل هذه الظروف ويحدث هذا التصرف اللي كان بيحكلنا عليه أجدادنا زمان وكنا بنسمع عنه في الحكايات، نلاقيه دلوقتي في 2015 موجود، إن شاب ومواطن مصري نجم كبير أخلاقيا كلنا بنشهد له والوطن العربي كله بيتصرف تصرف بهذا الشكل ويتغاضى عن تقاضي مبلغ مالي يقترب من 50,000 يورو أو الدولار بشكل عام يعني، وبكل حب وبكل مشاركة وجدانية ورياضية وتقدير لقيمة الكويت وشعب الكويت والحدث في افتتاح استاد جابر ولحضرة سمو الأمير. أنا لقيت إن دي فرصة كبيرة جدا جدا إن إحنا نبرز هذا التصرف من هذا الإنسان اللي هو بيشرفنا إن نكون إحنا منه وهو مننا كمصريين، بغض النظر إن لون قميصه أحمر أو أبيض بخطين أو أزرق أو أخضر أو أصفر، لأن الحزبة أصبحت تمس وطن وتمس قيمة مواطن وشعب مصري. لازم العالم كله يعرف قيمتنا ويعرف معدننا الأصيل في واحد كلنا حسبناه في وقت من الأوقات في خانة هو في حل ان يتحط فيها بعد ما اسعد الشعب المصري كله بمختلف ميوله بعيدا عن جماهير نادي الاهلي بشكل خاص. فانا لقيت ان هذا التصرف انا شايفه مناسبه كويسه ان نظهر قيمتنا، نظهر ان ابو تريكا الانسان الفنان اللاعب الرياضي ما يجبش ان يتحط في هذه الخانه مهما كان توجهه الفكري، اللي اكيد اكيد معظم الشعب المصري اصبح الحقيقه بيرتبط بهذا اللاعب ارتباط كبير بعد بطولاته الكبيره اللي حققها لمصر وسلوكياته. فأنا لقيت إن كان يجب إبراز هذه أو هذا التصرف الحقيقة في هذا التوقيت وتقدير سمو الأمير لأبو تريكة للموقف، ليس تقدير لمجرد المادة لكن تقدير للتصرف كتصرف.